السلام عليكم. دايما بقول لحبايبي وأصدقائي على القناة، يا جماعة اللي عنده عملة غالية أو حاسس إنها ليها قيمة يبعتها لشركات التقييم عشان يتم تقييمها، لأن التاجر لما بنعرض عليه عملة من العملات اللي هي المهمة دي الغالية بيدي أسعار بالجنيهات، يعني بقولك ب20 جنيه ب50 جنيه، وهي بتساوي مثلا $1000 أو $2000 أو $500، وفي حاجات تعدي الأرقام دي، في حاجات بنص مليون دولار وربع مليون دولار، بأرقام كبيرة. فأنا بقول يا جماعة اللي عنده عملات، يعني أنا بعرض برضو على كل الناس اللي موجودين على القناة لأنهم مش عارفين يتعاملوا مع الشركات. أنا بتعامل مع شركات التقييم، وعندي برضو قناة تانية للتقييم غير القناة دي، فبقول يا جماعة ممكن أنا أقيم لكم ده مبدئيا أو أبعتها لكم شركات التقييم. اللي يحب وعنده رغبة بيبعت لي العملة. طبعا في شركات برضو محترمة، شركات شحن محترمة، بقولك شركة من شركات الشحن بيديلك إيصال برضو بالاستلام وتبعتها لي، طبعا معاك اسمي وبياناتي والقناة بتاعتي ورقم تليفوني، ومعاك إيصال بيقول انت بعت لي الحاجات دي، وبتقعد عندي فترة. انا بقولك مثلا دي اسبوعين، دي 10 ايام، لا دي هتسافر بره هتقعد مثلا شهرين، بتبقى على حسب، وبقول لك هتتكلف قد ايه. اللي بيوافق بيبعت لي عملاته، طبعا بقول لك على شركات الشحن بيبعت لي العمله بتاعته، عنده عمله، عنده 10، عنده 100، زي ما يكون. وبناء على الكلام طبعا على بتبعت لي على الواتس، الرقم بتاع الواتس بيبقى اللي موجود على القناه، خده برده تاني 0155175547، الواتس معاك والقناه معاك، وشركة الشحن بتاخد منك القطعة، بتدي لك إيصال باسمي وبياناتي اللي انت تبعت عليها يعني، وعنواني وكل حاجة. فاللي عنده رغبة أنا بحاول أساعد، وبرضه هستفيد، أنا هاخد منك رسوم. اللي حابب، لأن عملتك هتتحول من عملة عادية، بدل ما تروح للتاجر يقول لك 20 و50 و80 جنيه، لا أنا بقول لك خد يعني بيعها بثمنها. الكبسولة العملة اللي انت بتبعتها لي بترجع لك عبارة عن ايه؟ بترجع لك العملة جوه كبسولة، والكبسولة مكتوب عليها البيانات بتاعت التقييم وشهادة معاها بان العملة بتاعتك تساوي كام ونظامها ايه؟ كل ده سواء اتقيمت عندي او اتقيمت شركات التقييم. انا بقول لك الاتنين في كل الاحوال انت مستفيد بتلميع العملة وتجديدها، وتحط في كبسولة ومعها شهادة، وبتجي لك القطعة تقدر تبيعها عند أي حد عايز. نعم بنبيعها لك، بنبيعها لك لو هي متقيمة بتتباع، بتبقى سهلة يعني. فأنا قلت الكلام ده برضو أنزل بيه فيديو لكل حبايبي وأصحابي على القناة، وبرحب بأي حد، لأن دي مشكلة مع كل الناس، بيقولوا مش عارفين نتعامل مع شركات التقييم، مش عارفين نبعت شركات التقييم، وشركات التقييم دي فين، هي بره ولا في مصر ولا فين؟ في شركات موجودة في مصر وفي بره، فبرضه ابعت وربنا يسهل، تمام؟